انا بقى اسالك، انا عندي بقى ايه سؤالين كده عايز اسالك فيهم. يلا بينا. اول واحد ممكن انا قلته لك في نص الكلام بس ما سمعتش اجابه. هو ده ما سمعتش اجابه اللي الناس عايزه تسمعها، لان الناس اكيد عايزه تعرف الاجابه دي يعني. How do you choose your roles؟ بتختاري ازاي الادوار بقى في الافلام؟ لان قلت لك انت من اكتر الناس ومن اكتر الممثلين انا شايف من وجهه نظري يعني اللي بتختار ادوارها بعنايه شديده جدا جدا جدا. والحاجه الثانيه ان لما بتعمل دور انا بحس ان هو ده انت اللي هو ما ينفعش حد تاني يعمله. ازاي؟ بس برضو انا عايز الادفايس لو حد بادئ في الاكتنج او في اليونج جينيريشن مثلا. طيب السؤال الجامد السؤال الجامد فعلا والله. بس يعني انا للاسف كده هقول لك انه بختار ادوار دي، هي دي الادوار اللي بتعرض عليا مثلا. يعني مستحيل مستحيل. يعني انا برفض حاجات كتير بالظبط. ما تقوليش دي ادوار بس مستحيل. بس يمكن المنتجين بيشوفوني ان انا ليا ملامح وخبره في وشي مش موجوده في ممثلين كتير. دي حقيقه. مش معناه انه احسن، معناه انه ديفرنت مختلفه. ف اول ما بيلاقوا في اي سيناريو في فيلم او مسلسل شخصيه معينه، هم تقريبا هو ما عندهمش تشويس غير موجوده، ما عندهمش اوبشنز ثانيه. واو. ده دي حقيقه. ولما بيكون حد كاتب مافيوزو غامض دولي ساحر مش عارف ايه بتاع كده، لو كاتبه بس كده من بره انا خلاص يعني عمري ما هعمله. فلازم يكون في برضو في حاجه جديده، في روح معينه، في فشك في العالم كله حاجه اسمها تايب كاستنج، اللي هو غصب عنك في مخ المنتجين بيحط في الاريا دي. لدرجه ان انا قررت السنه دي، قلت او السنه اللي فاتت، قلت انا هبعد بقدر الامكان على اي دور فيه شرير او فيلن الا لو طلع حاجه جديده خالص يعني. فعملت دور كوميدي، عملت دور فارس السنه اللي فاتت، عملت بيمبو كان دور شفت دور شيء يعني برضو فيرن بس فارس وفي حاجه كوميدي. عملت مع هند صبري البحث عن علا، دور كوميدي. فانا بحاول اعمل حاجات مختلفه يعني. انا مثلا اخر 8 او 9 اعمال اتعرضوا عليا من اول رمضان لحد كلهم رفضتهم. واو. بس رفضتهم لان هم فما يتعملوش. أوكي. مش دلع ولا هم. وبعدين بحاول استمتع زي ما انت بتعمل كده، بحاول ان انا اي حاجه فيها فن الواحد يستمتع بيها على قد ما يقدر. وما يخونش نفسه يعني لحد كبير، يعني يبقى راضي على اللي بيعمله. فيمكن شكلي مساعدني، عندي لغه، عندي بريزنس، عندي كاريزما معينه، فحطني في حته ليميتنج. اما ايه ليميتنج في حته؟ بس عملني حته حلوه في حته. yeah. ودلوقتي بديت اكسر ده شويه. بس فده اللي جبت سؤال حلو. امين. اجابه بعد الاجابه دي مش هقدر اقول لك حاجه، بس في سؤال كمان. sure. ليه بدات في التمثيل؟ عارف ليه؟ اجابه محدش يعرفها خالص. خالص بقول لك، انا ولا كنت عايز امثل ولا اتنيل ولا جامد نهائي. انا راجل كاتب وموهبتي اصلا انا اعرف والباشن yeah. باشن مرعب حوالين الكتابه. وبعدين كتبت ابراهيم الابيض وكنت عايز احمد السقا يعمله، فرحت هو كان صاحب اخويا، هما الاثنين بيركبوا خيل، وصلت له واديته السيناريو. طبعا احمد سقى صاحبي جدا، لكن هو في الاخر نجم وعنده اختيارات كتير وعنده اعتبارات كتير، وما ردش علينا على طول. وكان في وقتها بقى مونوبولي نوع على
هو ماضي عقد مع شركه عايز يروح شركه تانية فقعدت انا ومروان طلع عنا نحاول نقعد معاه عشان نشوف هيعمل ده ولا لا وهيعمل ده مش عارف ولا لا فمن خلال ده قعدنا فتره طويله فالسيناريو بتاعي اتعرف في السوق فالناس قريته ففجاه ظهر لهم واحد بيكتب حاجه كاتب حاجه مختلفه خالص وتوقفوا عندها فمروان لما انا لقيت مروان قلت لك لقيت مروان ازاي عن طريق فيلم قصير وخلاص ومروان خلى بابا الله يرحمه الاستاذ وحيد حامد يقرا السيناريو وقراه للاستاذ شريف عرفه هو كان مساعد شريف عرفه في الوقت ده مروان كان لسه ما بقاش مخرج لوحده فبقيت شريف عرفه عارفني من كتابتي وبقى احمد السقا اللي كان بيعمل فيلم داخل يعمل فيلم مع شريف عرفه عارفني وقعد معايا ومدحت العدل اللي كاتب المافيا كان سمع عني فسأل اقتراحني ان انا اعمل الدور ده فقلت طيب فقالوا لي تعالى قلت له لا يا جماعه ما بمثلش اصلا مش قال لي لا انت احسن واحد تعمل الدور ده مش شغلتي يا جماعه قال لي طب الاستاذ شريف عرف عايز يقعد معاك شريف عرف عامه لما بيجي يقعد لما بيجي يشوف ممثل بيروح يروح مع حد من الكاستنج عنده يعمل شريط يصور مشهدين لو عجبه يجي يعمل بقى قدام الاستاذ ويجرب معاه انا اتقال لي حاجه تانية خالص انا قال لي شريف عرفه عايز يزورك في بيتك وحياة ربنا قلت له ماشي فجي هو ومعاه مروان ومعاه المنتج المنفذ وشريكه امين المصري وصديق ليا بقى صديق بعد كده وجينا وقعدنا فوق كان شتا ومولع الدفايه وقاعدين نتكلم في اي حاجه بس مفيش اسئله الفيلم خالص وقعد طول كده وبعدين في الاخر قال لي بس انا عايزك معانا في المافيا فانا قلت له الجمله اللي انا بسمعها يعني له اصل انا يعني لازم بس اقرا الاول عشان مش متاكد ان الشخصيه تلائمني وبتاع فقال لي انا مش عايز منك حاجه قلت له يعني قال لي انا مش انا انت تمام انا اللي عايزه شايفه مش عايز منك حاجه تانية مش عايزك تمثل هو انت ما هو ده ذكائه ما هو كانش هيجرب يجيب لي مثل هو شاف ان هو الشخصيه من... دي انا عايزها في الحته دي واو قال لي تمام رحت بعت مع مروان بعد كده قلت له طبعا هي مغريه لكن قلت شغلتي وهتجيلي رعب قدام الكاميرا وعمري ما عملتها فبقول مع كاميرا مروان فقال لي وقتها كنا احنا ماضيين ابراهيم الابيض مع الشركه العربيه اللي كانت استاذ سعد الوقت ده ماضيين ابراهيم الابيض وابراهيم واسمه ايه واحمد السقا ماضي عقد احتكار مع العدل جروب اللي هي بتنتج فيلم مافيا واتفق اسعاد يونس مع محمد العدل انه هيسلفنا احمد السقا نعمل بيه فيلم ابراهيم الابيض بعد مافيا واتفقوا على كده بس بوقي يعني فانا قلت لمروان بص انا مش متاكد قال لي بص يا عباس لو انت قلت لهم لا دلوقتي هيبقى عندهم ذريعه يقول لك طب ما فيش احمد السقا في الفيلم بتاعك اللي هو ويسحب نفسه عادي يعني فقلت لهم خلاص ماشي خلاص اعمله يعني بس وجيت فبينت تماما قبل ما اسافر قبل مسافرين بجنوب افريقيا اللي هو عندي رعب اروح اعمل ايه مش انا هروح ده اول دور مستحيل ده اول دور تمثله في حياتي ولك عندي حاله من الرعب بس اللي اتفرج على الـ على الـ على الدور ما اتعامل كويس جدا لدرجه ان بقى مروان فمروان ايه بقى خلاص فبينته بتترعش وكده فقال لي طب اكسر رجلك قلت له اكسر رجلي طب لا طبعا مش اكسر رجلي اكسر رجلي يعني فاول ما قال لي اكسر رجلي يعني عرفت بقى الموضوع بالخط ما ينفعش يعني كنت متاخر ايوه لما يبدلوني والتذاكر اتحجزت وكل حاجه مش عارف اعمل ايه فقمت خلي امي الله يرحمها تعمل عزومه في البيت الله يرحمها وجيب شريف عرفه ونقعد معاه وانا وجيب انا زي كاني طفل جايب امي عشان اقول له النبي يا استاذ شريف سيب عباس مش عايز يطير مش عايز جامد وحياه ربنا
فقال لها قالت له وهي امي ليها دخلات كده وبتاع هي يعرفها دخل كده قالت له قال له لا 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 مش هتبقى كويس ومشاني بعد كل اللي عملته ده برضه لابس الفيلم يعني. فروحت لحد جنوب افريقيا وانا رايح كان رايح لمشنقه لحد اول يوم ما جينا في اول مشهد وعملت اول مشهد وخلص يعني المشهد ده خلص او مره فيه بعدين فجاه لقيت المكان كله ده اللي هو بتاع دخول مصر ولا بتاع الطياره بتاع دخول الهانجر دخول الهانجر. انا فاكر الفيلم ده لسه انا يعتبر عشان بقول لك بس حاجه كان اول واحد عامله كانه امبارح كان اول واحد عامله انا المشهد عامله فقمت داخل هيز نو واي ازاي ده اول مشهد مستحيل اول حاجه ربنا فلقيتهم بعد ما قالوا كات سكوت رهيب كده وبعدين فجاه بيسقفوا كلهم وكل واحد جاي بقى بيحضنني مبروك بتاع و بس وقريب بس الشريف عارفة قد ايه مخرج مش ما بيحذرش بعد ما عملت انا اول تيك جاي احمد السقف ودني قال لي ايه كان قدامي مصطفى شعبان كان هو الضابط يعني فقال لي ما توصل له كده في ودني وشريف عارفة بعيد جدا جدا مش ممكن يسمع حاجة قال لي لان ديك حتى اولها كان صامت فما فيش صوت مش هيسمع قال لي ما توصل له بص له كده من تحت لفوق بصوش في عيني بس بص له انت بص تحت كده فوق وسابني ومشي يعيدوا الشوت فقمت عامل كده اللي قالولي بالظبط فلقيت استاذ شريف من ورا المونيتور قال لي عباس ما تعملش كده وما تسمعش كلام واحد السقه تاني This is how experience is. Oh my god. And it was a the rest is history. And it was No, this is crazy. انا ما تخيلتش ان ده ما تخيلتش اصلا ان ده اول دور تعمله ده مستحيل yeah. لان لو الدور ده بيتهيأ من وجهة نظري يعني كمشاهد او كفيور لو حد تاني اتحط في الدور ده مستحيل يطلع بالشكل ده مستحيل يطلع بالتقنية والجودة والاداء انا يمكن انا برضو بحب اعمل اناليتكس لحاجات كتيره كده فعشان سالتك السؤال فعمال بقى ايه بفيجوالايز بقى حاجات كده في دماغي اللي هو انت مش شايف حد اصلا ممكن يعمل الدور ده بالتقنيه واللايك هاو جود ايفريثينج از جاست بيرفكت ده عين شريف اعرفه في عين واو شابو انا بمعنى ان هو لحد ما رحت هناك جنوب افريقيا وقفت هو ما شاف لي ما عملش معايا بروفا انت فاهم ايه لو كنت رحت بس وما نطقتش كان ايه اللي يحصل ما في ناس ممكن تلجب قدام الكاميرا وما يفطوش خالص يعني ممكن بيحصل يا ممكن يحصل طبعا فبس اتوقت فيري جود الحمد لله واو طيب خليني وان مور كويشن اخر سؤال انت قلت لي ليه ثلاثة صح يس ولا اسألك انا حاجة وبعدين ترجع لي تاني ايه رأيك ماشي يلا بينا اوكي